أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا، حقت أعوذ هذه يقعدون فيها ساعة وربع، بس الاستعاذة يقعدون فيها أسبوع. هل سيكمل اللي قعد أسبوع في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكمل الفاتحة عنده؟ الجواب لن يكمل الفاتحة عنده، صح ولا لا؟ لكن لو أخذه بأدنى ما يمكن ورقاه شيئا يسيرا كما كانوا عليه من قبل، أحب القرآن والتذ بقراءته وقويت نفسه على حفظه، ولو انقطع عن حفظه قرأه قراءة تصحيحية. لكن أن يأتي الإنسان ويوعر له طريق الطلب في القرآن أو في غيره، هذا من الجناية على العلم والدين، ولا سيما في القرآن الكريم. يبعد الناس عن تعلم القرآن وحفظه والعناية به بسبب الأخذ بطرائق خاطئة في تعليم